تتابعونا في هذه الحلقة من صدى الأسبوع في شبوة، المهرجان الخامس للتراث والموروث الشعبي. أصناف من الألعاب النارية مصادر للخطر ورعب يقلق السكينة. من عدن إلى عرب جوت تالنت، شاب يبدع بلوحات الظل. دحيف، فن الرقص والشعر والغناء في أبين. حياكة المعاوز التهامية، حرفة يدوية منذ القدم. في ذكرى وفاة المحضار، كرنفال شعري وفني بالشهر. في زريقة الشام بتعز، أناس يموتون بحثا عن الماء. مهرجان فني بشوارع لحج في الذكرى السنوية لرحيل الفنان الكبير فيصل علوي. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2:30 ظهرا و8 مساء.